في كشف أثري جديد تم الإعلان عنه، وهو عبارة عن بقايا مقصورة من العصر البطلمي وحمام من العصر الروماني. الكشف ده بيشتمل على عدد من القطع الأثرية من عصور تاريخية مختلفة، وتم اكتشافه ضمن أعمال الحفائر في المنطقة الواقعة خلف معبد إسنا بمحافظة الأقصر. كشف أثري جديد تم العثور عليه ضمن أعمال الحفائر في المنطقة الواقعة خلف معبد إسنا بمحافظة الأقصر، ويتضمن بقايا مقصورة من العصر البطلمي وحمام من العصر الروماني، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية من عصور تاريخية مختلفة. البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار عثرت على بقايا مقصورة من الحجر الرملي تعتبر امتدادات للمعبد في العصور الأقدم، بالإضافة إلى بقايا مبنى دائري الشكل من الطوب الأحمر المجوف، وبقايا مبنى آخر أساساته مصنوعة من الحجر وجدرانه من الطوب اللبن، وبه بقايا عناصر معمارية من أعمدة صغيرة تشكل بوابة أو مدخل، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية غير المكتملة، كما اشتملت الاكتشافات على أطلال من مبنى للجبخانة خاصة بمخزن للسلاح والحراسة التي تم بناؤها بمدينة إسنا خلال عصر الخديوي محمد علي من الطوب الأحمر والطوب اللبن، بالإضافة إلى فواصل خشبية من جذوع النخل والخشب وبعض الأحجار التي أعيد استخدامها من بعض الآثار الرومانية والمصرية القديمة الموجودة بالمنطقة. وفي الجانب الشمالي تم العثور على حمام روماني به أحواض للاستحمام يوجد أسفلها ممرات للهواء الساخن وممرات لوصول الماء إلى الأحواض، وهي عبارة عن مستويين، المستوى العلوي يوجد به أرضيات من الطوب الأحمر تضم جزءاً مستديراً من الحجر الرملي يتوسطهم مجرى للمياه، أسفله ممر تم العثور به على تاج لعمود من الحجر الرملي. وفي الجانب الشمالي الغربي تم الكشف عن درج من الحجر الرملي يتوسطه جدران من الطوب الأحمر عليه طبقة من البلاط الملون وزخارف نباتية وهندسية.